بسم الله، هنشوف مع بعض اهم الحاجات اللي تحت ديت في برنامج الراينو. هنا هتلاقي الاكس والواي والزد في اي حاجه انت شغال فيها. يعني لو انت هنا بتحرك الماوس بتلاقيه بيبدا يجي يقول لك انت موجود في اي مكان. بعد كده المليمتر، هنا هتلاقي وحدات القياس هتقول له يونت سيتنج، هتقدر تختار اذا كنت عايز تشتغل بالبوصه، بالمليمتر، بالمتر، بالسنتي، بالانش، زي ما انت عايز. وهنا التوليرانس، هنا كاستم، ممكن تلاقي هنا كاستم يونت فتقدر تختار كاستم يونت. ولو انت فنان بوهيمي تقدر تختار نو يونت تشتغل براحتك. وهنا هتختار الديستنس ديسبلاي، ممكن تخلي مثلا لو انت 12 يبقى تبقى 10 مثلا، او ممكن تختارها بالكسور. يعني مثلا لو هي عايز تشوف انت كسور تمام لحد فين، يعني درجتين 20 3 4، ممكن مثلا بترسم حاجة دقيقة جدا وشغال بالمتر فممكن تخليها ديسبلاي بالشكل دوت. بعد كده بتلاقي هنتكلم في موضوع الليارات الحاجات دي بعدين. الجريد سناب دلوقتي لو انا جاي ارسم اي حاجة تمام، مشغل الجريد سناب هيبدأ يعمل سناب على الجريد. ممكن تيجي هنا سيتنج وتختار المسافات بين خطوط الجريد، وعايز جريد في كل الفيوهات ولا في الاكتف فيو بس اللي انت عامل اللي انت مختاره دلوقتي. جريد لاين قد ايه، المنيور جريد لاين، اوكي تمام. فخلي مثلا هنا اوكي. طيب هقول له هنا انا عايز مثلا اعمل ارسم مستطيل مثلا اهو، فعل انا جريد فهو بيمشي مع جريد. ما ينفعش ان انت تيجي ترسم في نقطة في النص بين ال خطوط الجريد، لا لازم مع خطوط الجريد. البيانو بيخليك ترسم على المستوى بتاعك، ما تطلعش يعني لو حاولت ترسم في الزد، لا هو انت ملتزم بالفيو اللي انت فيه، المستوى اللي انت فيه. الاو سناب بيفعل لك التجاذب ديت، فلو قلت له سناب وفعلت الاند والنير والبوينت والحاجات ديت، شوف اهم الحاجات اللي انت محتاجها في شغلك تمام. اول ما تقرب مثلا من الاند بوينت يبدا يتفاعل معاها بحيث يعمل لك تجاذب عليها. يعني انت مش لازم تختار، مجرد بس ان انت قريب منه هيعمل لك تجاذب معاه. خلينا نلغي الجريد تمام. هتلاقي اول ما تقرب منه بعمل لك اند بوينت وقال لك ايه ده، ممكن تختار الاند بوينت. اول مثلا ما تقرب من الميد بوينت ممكن تشيل العلامه من هنا تمام، او ممكن تعمل ديسيبل كانك شلت التفعيل بتاع الاوبجكت سناب. الامر ده مهم جدا عشان تعمل شغل مظبوط، ما يبقاش مثلا لو انت رسمت من غير الاوبجكت سناب ديت. انا برسم اهوت زي ما انت شايف من هنا لهنا خط ريكتانجل اهو، رسمت اهو، بحاول قدر الامكان اعمل دقه كويسه. بس لو انا عملت زوم هتلاقي يعني الاثنين مش زي بعض. انما لو رسمت الشكل دوت وانت مفعل الاوبجكت سناب هتلاقي عمل تجاذب وعمل الخطوط فوق بعضها فوق. فالاوبجكت سناب من الحاجات الكويسه جدا. وتقدر تدوس هنا مرتين على اساس تخلي اللوحه كلها تظهر معاك، او مرتين ترجعوا مع بعض. طيب ايه السمارت تراك ده بقى؟ السمارت تراك ده لو انا هرسم اهوت تمام خط مثلا، خلينا نفعل السناب تمام. ده كده الاوبجكت سناب تمام. السمارت تراك بيخليك تمشي مع الخط نفسه زي ما انت عايز. يعني انت مثلا عايز ترسم حاجه على الخط ده مش على النقطه دي، لا بتفعل الاند بوينت وتبدا تمشي معاها بالشكل دوت. يبقى انا كده رسمت خط عمودي على الخط دوت.